ذنوب الخلوات. يا طلبة العلم احذروا ذنوب الخلوات. يا من رزقك الله ظهورا في الإعلام احذر ذنوب الخلوات. يا من أعطاك الله جل وعلا تميزا وجمالا ومالا وعطاء احذر ذنوب الخلوات. يا من وثق فيك أهلك احذر ذنوب الخلوات. يا حافظة القرآن احذر ذنوب الخلوات. يا من تنزل للشباب في الميادين وتدعوهم إلى الله احذر ذنوب الخلوات. يا من كتب الله لك قبول نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا بأعمالنا وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله جل في علاه أن لا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، أن يعاملنا بعفو وأن يعاملنا بكرمه وأن يعاملنا بستره وأن يعاملنا برحمته، فما بنا والله طاقة على عذاب الله.